السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا وين على المنتخب الوطني، المنتخب الذي أصبح ضعيف، أصبح لا يقدم شيء، يعني بأرمادة من لاعبين، أرمادة من لاعبين. على بالك بلي عندنا لاعبين مستوى عالي جدا، لكن مدرب ما عندناش، مدرب رانا نلعبوا بدون مدرب، ربما مناجر ولا رئيس اتحادية. بصح باش تقول لي عندنا مدرب، ما عندناش مدرب، يمكن يكون مناجر بصح مدرب والله ما مدرب كاع، والله ما مدرب. راني نقول لكم فيها ماشي غير اليوم انايا، الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، ما ظلمنا حتى واحد، ما ظلمناش انا، يعني واحد من الناس انا ما ظلمته ما والو. مدرب انت تنجم تسلم ديك الورقه الا عندك الشجاعه، خاطش عليه عمرك لا غادي يتخيط بالبالي، عمره لا يتخيط الراسي، عمره لا يتخيط، جامي يتخيط الراسي، راك غلط. نقولها لك ونعاود، يبدو ان هذا المشرف لم يستفيد من اخطائه السابقه، والورم الخبيث لم يتم استئصاله بعد، فأعراضه تتفقم يوما بعد آخر، والمنتخب لا يزال يتخبط ويفتقر إلى منظومة لعب ترقى لتألق الأسماء الموجودة، أو بعبارة أدق يمكننا أن نقول أن الأسماء المستدعية أكبر من أن يقودها هذا المشرف. أنا أقول لكم نعاود، أنا كي قلت لكم مدرب ليكيب كبر تاع المدرب كاين بزاف، قال لك لا شوبير لا، ايكيب كبرت بزاف. يعني شاهدنا وين بعد ما اعلن على القائمه هذه الاخيره، واستبشر الشارع الرياضي ولقت قائمه تاعو اجماع، لكن المباراه اليوم، مباراه امس، وين اظهرت افلاس هذا المشرف الذي لم ياخذ العبره مما سبق. فمن المباراه، يعني نقولوا من المباراه تاع ايران والتي تالت صدمه الكاميرون الى مباراه تونس اليوم، وضعيه لا تزال تراوح مكانها، والمنتخب لم يتقدم ولو خطوه الى الامام. فمثلا اذ شارك، كان يقول لك بلايلي، يا ودي بلايلي، بلايلي انتم كيكم تهضروا بلايلي، انا مانيش ضد بلايلي، خاطش كي تبقى تشوف بالرحمه هذا المشرف البارح كي دار تغييرات بالرحمه كما صايز وتخرجه، كي كما صايز بالرحمه يزغ وتخرجه، ناس باي يقلبوا كلش باللي خاصنا بلايلي. يا ودي غادي يجي بلايلي، بلايلي كوب دافريك اللي فاتت ستادار بلايلي، كوب كاليفيكاسيون كوب دي مود ماتش دو باس ستادار بلايلي، امام السويد ستادار بلايلي، امام النيجر هنا الي روتو ستادار بلايلي. غيقولولنا برك ما جاتش المرض في بلايلي ولا مشي بلايلي ولا اللعابه، جا المرض راه في المدرب اللي راه مشكله ويزيدها مشكله، مشكله ويزيد عليها مشكله، مشكله مشي باغي يتعلم، مشي باغي يحل على روحو البيبان متالي كاع. يعني اليوم وضعية لا تزال تراوح مكانها، والمنتخب لم يتقدم ولو خطوة للأمام. فمثلا إذ شارك بلايلي قلنا أنه انتهى ويجب إعطاء الفرصة لبالرحمة، وإذ شارك هذا الأخير قلنا بلايلي رغم كل شيء يقدم أفضل مما يقدمه بالرحمة وغيره، وقس على ذلك بقية المناصب. فالسبب لا يتعلق بالأسماء والتي لم تقدم مباراة جيدة، بل بطريقة توظيفية سيئة وإفلاس تكتيكي، والذي يجعل المنتخب لا يقدم حتى 3 تمريرات ناجحة. واو لله جماعة، لو كنت جيت تحصلها غير في بلايلي ولا غير بالرحمة، يا وشوف إيكيب منظومة كاملة، أنت ماهيش عندك قاعدة لعب، لعب هذا المدرب وين تاكل على مجهود لاعبين، تاكل على مجهود تاع اللاعبين. الناس كاع كان يقول لك كي يدخل عوار غادي بارتيا الدور، بصح ما كانش يقول لك باللي المدرب غادي يقلب الخطه،
ما كاش يقول لك المدرب غادي يقلب الخطه. البارح هذاك قادري هذاك شاد بروميير ميطو لعب لها بخطه، دوزيام ميطو لعب لها بخطه، بالله عليه شاد له دوزيام ميطو على بالك شنو دار لك؟ دار لك حراسه مشدده على الاطراف على السات والاونس تاعك، عمر لك بيليو تيرا وبالله وخلاك تلعب، خلاك تلعب على بالك خلاك، خلانا نلعبو البارح، خلانا نلعبو في الكاجا في النص تاعنا، خلانا نلعبو في النص تاعنا برك. وهما ولاو يلعبوا بالمرتدات تاعهم ويلعبوا، عرفتوا وين وصلت؟ يعني هذا المسلم تا قال من قبل، قال في تصريحه السابق: إذ أدركت بأنني غير قادر على تقديم الإضافة سأرحل، فأين هي الإضافة التي قدمها هذا؟ بعد خيبة الكاميرون، المنتخب يعني وين نقولوا باللي المنتخب الوطني الجزائري يعني المنتخب يعني من بعد الخيبة الكاميرون، فالمنتخب تحت قيادته يعني لعب 9 مباريات ويعني والأداء لا يزال بنفس يعني بنفس الأخرى وال وين عجزت، وهذا وين نقولوا باللي نفس التاكتيك نفس اللعابة غير هما برك، وهذا ما ظهر جليا في مباراة السويد وتونس الأخيرة. كان يقول لي وجبت أوغندا يا ودي، أوغندا لعبنا كونت كارتي لمو لعابة في الأفريق، لعبنا كونت كارتي في أبو غبنونا، أوغندا غبنتنا، أوغندا حسب واش عمل خطرة وصلوا لنا عند السيمات، في السيمات داروا لي باس في السيمات، أحسبوا أحسبوا أوغندا. إذ لم يستخلص الدروس من الدروس السابقة والتي تمثلت في خروج المنتخب من الدور الأول خرجة البعير في كان الكاميرون، ومن ثم تضييع بطاقة العبور للمونديال، فالثالثة كانت كوارث يعني، فالثالثة يعني كما نقولوا الثالثة كان كوت ديفوار ستكون الثالثة، وتجعل خروجه من أضيق الأبواب والجماهير تصرخ بملء حناجرها روح خطينا. عقل عليها شاني نقول لك، شاهدنا تيتي المدرب تاع البرازيل أعاد هيبة المنتخب، ولما فشل بالفوز بكأس العالم استقال. السي المشرف تاعكم ما حبش يستقيل بالرغم من فشله، فاز بكأس إفريقيا وخسر الاحتفاظ بها وخسر التأهل لكأس العالم، يتسمى زوج بوحدة، جاب وحدة وخسر زوج يعني. والمنتخب يتقهقر من مباراة إلى مباراة، والرأي العام شاهد ما شافش حاجة، اختياراته غير مفهومة وخطته واحدة لا تتغير في جل يعني كما نقولوا احنا في جل المباريات، وزيادة على ذلك الرجل صار يتشابك مع الصحافة واللاعبين المنافسين، البعض رددوا يعني كلنا معه يا ودي بشيرك معه. أنا نقولها لك أقعد أقعد، هذه هي ما زلنا كما يقول لك ما زلنا الرجال تربح تلعب كونت البرازيل وتلعب، وحنايا واحد الناس ما زالوا يحصلوها في الحاكم والرطوبة والأيادي الخارجية والصحافة ورئيس الاتحادية. هذه إفريقيا بدأت تسيطر، السنغال تقسو على البرازيل ب4-2 بقيادة يعني فينيسيوس ودا 4، وحنا مازالو وين تشوف هذاك الكشفة الكبيرة من مدرب يخرج طول يهدر مازال يلعب بالورقة تاع الجماهير، الجماهير وانا لعبت انايا ونعرف الجماهير، ودي ستعرفها ما تعرفش هي ستعرف، هدر على كي لعبته، ما تقوليش بلي تونس لعبت مليح وتونس تطورت، انت تطورت انت يا هضر على تونس تطورت يا ودي، انت ما تطورتش هذيك انت فايت ما درت والو يا ودي، انا الشيطان ما كان والو مسكينه ودي، خلوني عاودي نصحوها 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 نصحوها، انا نقول لكم ودي ما كان والو يا جماعه، هاي تبالكم بلي انتم ما غاديين هذاكم ديمون ما نروحوش بهذا المستوى، بهذا المستوى تاع المدرب اودي والله كوب ديمود ما تروحها، والله ما تروحها، انا نعطيها لكم ليه في راسك دخلت ليه في راسك، والله ما تفوت كوب ديمود بهذا المستوى،
بهذا المستوى والله ما تفوت. لازم رانا نكتلو في اللعب، راني نقول لكم فيها ونعاود، رانا نكتلو في الوقت. دبروا يسانكم غادي تشوفوا الايام. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم.